هاي. اعتبرت شركة جالوب الأمريكية لدراسته الإحصاءات أن العالم أخذ منحة سلبي من 2017 وشهد على ارتفاع مستويات الإجهاد، القلق، الحزن والألم. ونشرت الشركة لائحة بأكثر 10 دول بتعاني شعوبها من الإجهاد، ويلي ارتكزت على استفتاء جماهيري سألت في الناس عن شعورهم باليوم السابق. تحتل اليونان المرتبة الأولى بالليحة كأكثر شعب بيعاني من ستريس، تتبع الفلبين، تنزانيا بالمرتبة الثالثة، ألبانيا بالرابعة، إيران الخامسة، سريلانكا السادسة، الولايات المتحدة السابعة، وبيحلوا أوغندا، كوستاريكا ورواندا بالمراتب 8-9-10. بينما لائحة الشعوب الأكثر غضباً تختلف شوي وبتضم أرمينيا بالمرتبة الأولى، تتبع العراق، إيران، فلسطين، المغرب، تركيا، نيجير، تشاد، بينما بتحل ليبيا بالمرتبة التاسعة وباكستان بالمرتبة العاشرة. مين قال إنه رغم كل المشاكل لبناني ضامط من اللائحتين؟ أنا قال. بشوفكم بكرة.